إذا بكم معنا بشير الجديد مباشرة من مدينة القارة إقليم برشيد. كيف ما فاحنا مباشرة معكم مع الفلاحين أصحاب الجرارات كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا. اليوم عندهم واحد المطلب اللي هو من حقهم ومن حقهم أنهم يستافدوا منه اللي كيتجلى في يعني الدعم. إذن غنخليوكم مع الفلاحة اللي هما اللي بطبيعة الحال غادي يعطيونا الرأي ديالهم وغيعطيونا يعني شنو المطالب ديالهم للدولة. السلام عليكم، معكم سي محمد الغلاوي الكاتب العام الوطني لقطاع الفلاحة وذوي الآلات الفلاحية المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب. واقفين على المستوى الوطني على غرار مدينة على غرار المدن الأخرى. هاد الوقفة الاحتجاجية كاينة في عدد من المناطق بالمغرب نتيجة الأوضاع الكارثية التي أصبح يعيشها الفلاح. بالنسبة للإخوان كاين وقفات دابا حاليا على المستوى الوطني، وقفات على المستوى الوطني كنقول كاينه في اسفي، كاينه وقفات في برشيد، في سطات، في الكراف بن سليمان، في مكناس، في مول يعقوب، في تاونات، في زعير. هاد الوقفات هادي كتجي ويسمح هاد الوقفات كتجي نتيجة ديال الأوضاع كما قلت لكم الكارثية التي أصبح يعيشها الفلاح. حنا كنفضلوا وكتنظيم كنا كنفضلوا أساسا باش الحوار يكون في المكاتب، لهذا قمنا بسلسلة ديال المراسلات وسلسلة ديال الطلبات على المستوى وزارة الفلاحة واتصالات مع السيد رئيس الحكومة، لكن كانت وعود على أساس باش القطاع الفلاحي يستافد من الدعم الخاص المحروقات مبدئيا كسائر القطاعات الأخرى، ولكن للأسف من بعد ما تم ربط الاتصال مع المديريه ديال الاحصائيات وعندنا اثباتات على هذا الشيء، ورانا عطيتكم ملفات اللي كانوا تقدموا لوزاره الفلاحه فيهم المعلومات الخاصه بالفلاحين وبالجرارات وبالالات الفلاحيه يعني المواكن ديال الحصاد، الات ديال الحصاد المرقمه على المستوى الوطني. بداوا الدراسه ديال الملفات ولكن العمليه لم تكتمل وأصبح هناك تجاهل لهذه الملفات هذه. الفلاح اكتوى في المحروقات. كاين عاود المشكل ديال البذور. كاين المشكل ديال الأسمدة. كاين المشكل ديال الآلاف. كاين المشكل ديال رخص السياقة اللي مازال ما المادة 6 من مدونة السير بالنسبة للآلات الفلاحية والمركبات والأشغال العمومية. المادة 6 مازال كتنص على ضرورة وإلزامية. هنا القانون رغم أنه كاين واحد لانوت سيركولير يعني واحد مذكرة وزارية كتستثني وكاين ماد كتستثني هاد الفئه هادي وكاين استثناء بالنسبه للماده 311، ولكن للاسف فيه ومازال الفلاحه والسائقين ديال الالات الفلاحيه والجرارات الفلاحيه كيتعرضوا للمضايقات من بعد الدراكيين وبعض رجال الامن الله يهديهم. هذا من جهه. الفلاح المغربي من بعد
سنوات ديال الجفاف و ديال كورونا، سجل بما لا يخفى على الجميع، سجل وقفات تاريخية بالصمود وبالنضال، لأنه لم يستسلم، أبقى كينتج، أبقى كيمد الأسواق وكيغديها، كيغدي الأسواق، كيغدي الأسواق بما يلزم من المواد، ولكن هدف غياب المطالب ديالو. اليوم كنقولوا لقد الله يجعل البركه، الناس راهم وقفوا، الناس ما بقاش عندهم باش يحرثوا، الناس ما بقاش عندهم الامكانيه يقولوا الفلاحه ديالهم باش يعلفوا الكسيبه ديالهم باش يتحركوا. الزياده الصاروخيه في المحروقات، الاسمده غاليه، المشكل ديال الالاف غاليه. اذا هنا امام هذه الوضعيه، لانه الاغلب كل شيء ما ناويش يحرث هذا العام، لانه هو اصلا متقلب، وهذا ما لا يخفى على الجميع، والناس ديال الناس المسؤوليه راه عارفين هذا الشيء، لانهم يكفي انهم يطلعوا الملفات ديالهم على مستوى القروض، القرض الفلاحي ولا الابناك، راه غاديين يعرفوا الحاله كيفاش دايره. واقفه عليهم التزامات وعندهم مديونيه وما عندهمش هاد السنوات، هذه السنوات ديال الجفاف ما وفروا والو، وكانت ازمه ديال كورونا. اذا كاين عدد ديال المشاكل اللي نجمع عليها وضعيه كارثيه ديال الفلاح. على اين هنا ندق ناقوس الخطر، ندق ناقوس خطر، وكنتوجه اللي هي وزاره الفلاح باش تحمل مسؤوليتها، مسؤوليه تاريخيه صراحه، بانه هذا البرنامج ديال المغرب الاخضر وحاليا الجيل الاخضر كانوا من بين الاستراتيجيات الفلاحيه الاكبر ضخامه في تاريخ المغرب الحديث، ولكن الساميه، ولكن للاسف الشديد كان هناك لهاد المضامين ديال هاد الاستراتيجيات، كان في حيف مجالي ونوعي، لانه مناطق استفدت، مناطق ما استفدتش، فلاحه استفدوا، فلاحه ما استفدوش، كان بعض توقع كيف موقع في الاعلاف، كيف موقع في الشعير، دابا مؤخرا شكون يشد خدا الشعير في المغرب؟ فين هي هاد العشرات الملاير اللي نادى بها سيدنا باش تخصص القطاع الفلاحي لمحاربة آثار الجفاف؟ أين هي؟ أين هي؟ خصها تبان، خصها تبان على أرض الواقع. للأسف هذا إذا كنلقاو الدعم اللي مخصص ما وصلو، أين هي المحاسبة اللي قرن بالمسؤوليه؟ المحاسبه مقرونه بالمسؤوليه. كاين عدد ديال الناس ديال المسؤولين الله يهديهم، كنقول عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس. اللي ما ادوش الدور ديالهم، كنقول بعض المسؤولين اللي ما ادوش الدور ديالهم على الوجه الاكمل. ولهذا اليوم حنا كنقولوا بهذا المنبر بأنه الفلاح يعيش أوضاع كارثية، في تهميش ولا مبالاة، وكيعيش هذا في غياب الدم، في غياب المواكبة. كنطالبوا على الأساس دابا كاين الحلول، كاين
خص او اللي خصها الطب اذا لانقاذ الفلاح وانقاذ ما يمكن انقاذه، لانه حاليا راه واقف يحتاج موت هادشي ما كاين ما نضرقوا فيه يحتضر وخصو وخصو والدعم على المواد الموت لانه كامله اللي داخله في السلسله الانتاجيه ديالو فيها ارتفاع صاروخي في الاثمان، ومني كيبغي يبيع السلعه ديالو كيبيع بثمن بخس دراهم معدوده، كياخذ كيدير المازوت بالثمن، يدير لي زونغري بالثمن، يدير الادويه بالثمن، ياخذ الالاف بالثمن، المنتوج ديالو ملي كيبغي يسوقو كيسوقو بثمن رخيص، وهنا في كاين المشكل، وكيخليوه عرضه للمضاربين والاحتكاريين. خاص هاد المشاكل يتلقى ليها حل لانقاذ الفلاح والصيروره ديال العالم القروي. كما لا يخفى الجميع بانه اكثر من 50% من اليد العامله الناشطه في المغرب، وهذا رقم هذا معدل كبير. اضف الى ذلك رقم المعاملات ديال الفلاحه اللي كتشكل في الناتج الوطني الخام واحد رقم كبير. وهنا كنقلبوا المغرب كيقلب على الاكتفاء الذاتي اللي نادى به سيدنا. مع هذه السياسه ومع هذه الاستراتيجيه احنا بعاد على التحقيق ديال الاكتفاء الذاتي. شتانا بيننا وبين الاكتفاء الذاتي. المغرب عنده كل المؤهلات. المؤهلات لا البشريه ولا الطبيعيه باش يكون منتج بوقت وامكانيه كاع ديال التصدير، ولكن سياسه شفت ومسؤوله راه ما عمرنا غادي نوصلوا لهذا الشيء. حنا كناديو حاليا بانقاذ ديالو على مرحلتين. المرحله الاولى غادي كما قلت لكم غادي يكون برنامج استعجالي دعم الغاز المحروقات كسائل القطاعات الاخرى بحال المشكل ديال النقل ديال الطاكسيات. الجرارات راهم معروف كاين شي جرار اللي خدام شي حاجه اخرى من غير الفلاحه. الجرارات مرقمين ولا عندهم لي كونطرا راهم غادي يستافدوا من الدعم بحالهم بحال الطاكسيات على امل. هذا مرحله اوليه. المرحله الثانيه هو تخصيص او احداث محطات ديال الوقود النوعيه الغازوال روج بحال اللي كاين في الدول الاجنبيه. هذا الغازوال روج خاص بالالات الفلاحيه وما كيتستعملش في السيارات او في غيرها. وعندنا النموذج ديال الفيول دابا اللي مستافده منه القطاع ديال الصيد البحري في المغرب. على الصيد البحري مستافد والقطاع الفلاحي البري ما مستافدش. هنا في كاين التساؤل. هو نفس الوزاره ياك وزاره ديال الفلاحه ما تقولش وزاره الفلاحه عارفه شنو دير. راه علاش القطاع ديال الصيد البحري ياك تابع للقطاع الوزاره الفلاحه مستافد من الفيول. حتى الفلاح حتى هو يستافد من الفيول. حنا كون ما زادش المازوط سيدي ما نغوتوش، ولكن راه حمينا ما لا طاقة لنا به. هاد الغازوال هذا غالي علينا ما يمكنش الانتاجية منخفضة. انتاجية منخفضة. لي زونغري الناس كانت كدير واحد العدد ما بقيناش قدروا نديروا هذاك العدد ديال لي زونغري. الأرض إذا كانت مثلا خصها ما بين جوج قناطر مثلا ثلاثة قناطر ديال الفوسفات ما عندناش إمكانية باش غنديروا هاد الأسمدة بهاد الأثمنة هذه. الحل الحلول كاينه. خاص هاد الناس هادو يجلسوا معنا لطاوله الحوار، وحنا رحنا شركاء. راه لا يجب تغييب الفلاح مغياب في السياسه وفي الاستراتيجيه. فينا هو هاد الفلاح؟ والدليل امام اعينكم. الدليل انه كل شيء خارج، كل شيء كيغوت، كل شيء تيبكي. الى متى سيتم تجاهل هاد الفلاح هذا؟ الى متى؟ الأوضاع راه لا تدير بالخير.
لانه الفلاح راه ما غاديش يحرث هذا العام، ما غاديش يحرث لانه ماشي حيت باغي ما يحرش، لانه مكره مكره بالنسبه للقانون ديال مدونه السير، بالنسبه للماده 6 يجب تعديل الماده 6 والاجباريه ديال رخصه السياقه بالنسبه لهذ الالات راه غير مجمده دابا باش نكونوا واضحين الاخوان. القانون لا يغير الا بقانون، القانون يجب تعديله وما نبقاوش خدامين بالاستثناءات، نوضعوا اطار قانوني يكون واضح وشفاف. ملكنا واحد محمد السادس، ملكنا واحد محمد السادس، الاستراتيجية الفلاحية في المغرب بالنسبة للفلاح راه مستثني، الفلاح يعيش مشاكل أهلي وحديه، الفلاح يعاني، الفلاح لانه يحتضر. الى متى غنبقاو في هذه السياسه ديال الاذان المسمومه وهذا التجاهل الاخوان؟ راه كاينه مشاكل والمشاكل راه حقيقيه ولا يمكن تجاهلها. المشكل ديال رخص السياقه، المشكل ديال الدعم للالاف، على الاسمده، على المحروقات، الفلاح خاصو وسيدنا الفلاح الاول راه مع الفلاح يكون وفي ظروف عيش كريمة. الفلاح لا إلا كان الفلاح مزيان راه المغرب كله غادي يكون مزيان، إذا ما كانش الفلاح مزيان راه الاقتصاد ديال المغرب راه في خطر، والمعيشة ديال الفلاح راه مرتبطة بالاقتصاد الوطني، راه ما يمكنش نستثنيو هاد الشريحة الكبيرة والمهمة والأساسية في المجتمع المغربي. لهذا كنطلبوا من حنا فاتحين يدينا للحوار، حنا راه ما مستسلمينش، حنا راه جالسين لان ما عندناش الحل الاخر. حنا كيف ما كتشوفوا هذا تعبير ديالنا واحتجاج على المعاناة اللي كنعانيوها، وهذا الاحتجاج كنوعدكم بانه راه ما غاديش يوقف، لانه ما عندناش ما نديرو، ما عندناش حل اخر. احتجاج متحضر متمدن، حنا واقفين سلمي قانوني الى حين ان شاء الله الرحمن الرحيم، الى حين تحقيق المطالب، الى حين الحوار، خصنا الحوار، وحنا ما دين يدينا الحوار، حنا ناس كنقلبوا الحوار، كنقلبوا الحلول، حنا ناس وطنيين، حنا ناس غيورين على هذه البلاد هذه، حتى واحد ما يزايد علينا في الوطنيه ديالنا ولا حنا ناس وطنيين، حنا ناس غيورين، حنا مجاهدين في هذه البلاد، حنا جنود مجندين وراء صاحب جلاله لخدمه هذا الوطن. عاش الملك. ومن هذا المنبر كنحيي جميع الفلاحه وجميع ارباب الالات الفلاحيه على الصمود ديالهم وعلى الثبات ديالهم وعلى الصبر ديالهم، وكناشد هاد الناس المسؤولين ديال وزاره الفلاحه بالخصوص رئيس الحكومة باش يفتحوا الحوار وما يتجاهلوش هاد المطالب ديال هاد الناس. راه الفلاح العالم القروي راه إلى خراب، هذا راه ناقوس ديال الخطر عباد الله، راه حنا كندقوه، راه الفلاح ما غنحرتوش هاد العام وما عندناش باش نحرتو وما عندنا باش نفلحو، راه الناس ولات الناس كتبيع في الأرض ديالها ولكن ما صابتش لما تبيع الارض الفلاحيه. الناس راه باغا تهاجر، هذا الناس باغا تهاجر، انا واش الناس باغا تهاجر من الباديه باغا تهرب، الناس ما لاقياش البديل، هاد الناس خصو يتوضع حل لهاد المشاكل هذه. الاذان خصها تكون ساغيه وديروا اليد لان المشاكل لا يمكن تجاهلها. وعاش الفلاح وعاش الملك محمد السادس نصره الله. عاش الملك عاش الملك ولا عاش من عداهما. وتحية للجميع، السلام عليكم. إذا مشاهدي شوف تي في مباشرة من مدينة الدروة إقليم كانت
اصحاب الجرارات من اجل المطالبه. السيد كاتب عفوا مدينه القاره، شكرا على حسن التتبع ديالكم، والى بث مباشر قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.